السلام عليكم. وعليكم السلام. تمت اخر امتحان الحمد لله. خيرا. بس في حاجه في عقلي ناسي ما ادري ايش. سجلت بالتعداد. اوه التعداد نسيت. ايش الموقع؟ my2020census.com. سؤال، عندي زميلي ضعيف في الانجليزي، يستطيع ان يسجل بالعربي؟ طبعا يقدر. من مميزات انه وجود الاستماره اونلاين، ينزل لاخر الصفحه بيلاقي اختيار تغيير اللغه للغه العربيه، يضغط عليه كل الاسئله بعد ان تظهر له باللغه العربيه، بس يدخل المعلومات باللغه الانجليزيه. سؤال، ما في عندي سنسس اي دي. اذا ما عندك سنسس اي دي تقدر تنزل على الرابط اللي تحت كلمه تسجيل الدخول، تضغط عليه وتدخل عنوان السكن الخاص. أنا ساكن أنا زملائي أسجلهم معي ولا في واحد يسجل حالك؟ إذا أنت عارف معلوماتهم أساميهم وتواريخ ميلادهم سجلهم معك، وأنت متأكد أنهم ما سجلوش، ما أنت داري سجل نفسك بس، وممكن واحد يسجل نفسه لوحده على نفس العنوان أو يسجله مع بعض. أكيد ما سجل، أنا بسجل نفسي بعدهم أسجلكم. أنا ما في عرق عربي أو يمني. طبعاً هنا في اختيار إنه تنزل لتحت مكتوب آسيوي آخر، ولأن إحنا من آسيا تضغط عليه في المربع الذي تحته تكتب يمني. خلاص تم الإرسال، متى آخر يوم؟ طبعاً آخر يوم للتعداد السكاني يوم 30 سبتمبر، وننصح الجميع بالمشاركة في التعداد السكاني. أخذني أقل من 10 دقائق، ننصح الجميع بالمشاركة في السنسس 2020.